بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون، طعامهم جشاء ورشحهم كرشح المسك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال اليهودي لأصحابه: إن أقر لي بهذه خصمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والدماء. فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حادة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. هذه أحاديث أخرى في ذكر أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، مما يشوق العبد المؤمن حين يسمعها إلى لقاء الله عز وجل وإلى دخول الجنة والتمتع بما فيها. هذا مما يصبر المؤمن على هذه الحياة الدنيا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على طاعة الله سبحانه، صبروا عن معاصي الله لم يعصوا الله، صبروا على أوامر الله سبحانه تبارك وتعالى، صبروا على أقداره وقضائه سبحانه وعلى مصائب هذه الدنيا. يصبر الإنسان ما يتمناه وما يشتهيه مما يكون عند رب العالمين سبحانه في الجنة. من هذه الأحاديث ما تقدم من حديث أبي هريرة ومثله من حديث معاذ بن جبل، وفيه أن المؤمنين يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، على خلق آدم 60 ذراعا في السماء، هذا كان طول آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله عز وجل. فلما يدخل المؤمنون الجنة يكونون على هيئة آدم عليه الصلاة والسلام، ما فيش في المؤمنين واحد حلو والتاني وحش، لا، الكل يكونون على غاية الجمال. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، هذا سنهم حين يدخلون الجنة، سن الكمال والقوة والفتوة في الدنيا، سن اكتمال العقل ووجود الحكمة، هذا سن أعظم ما يكون في الدنيا، سن الإنسان 33 سنة. فأهل الجنة يدخلون الجنة على هذا السن، وهم على هذه الهيئة الجميلة، جردا مردا بيضا جعادا مكحلين. والإنسان الأجرد يعني معلوه الشعر، معلوه الشعر يعني في بدنه، مردا يعني أنه المرودة بتكون في خد الإنسان، خده ليس خشنا ليس فيه شعر. قال: جردا مردا بيضا جعادا. والإنسان الأجعد له معنيان: جعودة في الشعر معنى تكسر تثني في الشعر، وهذا من علامات الجمال عند العرب، غير الجعد القطط، الإنسان اللي شعره أكرت، هذا شيء تاني، ولكن هنا الشعر بيكون فيه نعومة، ولكن ما هيش نعومة شديدة جدا، ولكن فيه تكسير كان يعجب العرب ذلك. فيقول هنا: جعادا مكحلين أبناء 33، أبناء يعني هذا سنهم اللي يدخلون عليه الجنة. إذا دخلوا الجنة، يقول هنا في حديث جابر عبد الله اللي رواه الإمام أحمد ورواه أيضا مسلم وجاء من حديث أبي هريرة مثله أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون. وده الإنسان اللي بضايق الإنسان في الدنيا، الشيء اللي بضايق الإنسان في الدنيا، إن حناكل محتاج ضبط المية، وزيك لما تكون مسافرا تلاقي نفسك عمال تضبط نفسك قبلها بيوم قبلها بكذا، ألا ما لقيش دورة مية في الطريق ألا كذا. إذا دخل الإنسان الجنة يقول لك: لا ما تخافش، ما فيش أصلا، الإنسان ما عندوش قضاء حاجة في الجنة يحتاج إلى مثل ذلك، لا غائط ولا بول ولا مخاط عايز ينفع، لا ما فيش شيء من هذا، ولا يبزقون لا يدفلون،
طعامهم جشاء ورشحهم كرشح المسك. المعنى إن هذه الأشياء اللي بيأكلونها هتتحبس بداخلهم يعني ولا إيه؟ يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا الطعام حين يخرج منه على هيئة ريق رائحة. الإنسان في الدنيا يحب لما يفتح بقه تبقى ريحة بقه حلو، عشان كده بتدعك بقك بالفرشة والمعلوم. ويبقى من الأشياء اللي نعتبرها كرامات للأولياء إن يكون إنسان ربنا يجعل رائحة فمه كرائحة الزهور مثلا، كرامة من الله عز وجل يكرم بها شيء. زي ما كان بعض قراء القرآن، كان الإمام نافع رحمه الله كان إذا قرأ القرآن يشم من فمه رائحة المسك. هذه كرامة، ما فيش حد يشم من فوق بقرة كفين، هذه كرامة من الله عز وجل. واحد من قراء القرآن السبعة أو العشرة رحمة الله عليه كان يقرأ القرآن، فلما تعمل إيه بقك تحط إيه فيها لا شيء، ولكنه رأى رؤيا في المنام النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن في فمه. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، صاح من النوم بقه رائحة المسك، كرامة. فأهل الجنة لما يدخلون هذه الرائحة يخرج من رائحة المسك، الطعام الذي أكلوه والشراب الذي يحول الله عز وجل ذلك إلى رائحة المسك تخرج من أفواههم، هذا جشاؤهم. ورشحهم العرق منهم كرائحة المسك أو كرشح المسك، يبقى يخرج منهم على هيئة رائحة طيبة من أفواههم ومن أبدانهم كرائحة المسك، هذا الذي أكلوه. قال في رواية أخرى إنما يكون ذلك جشاء ورشحة كرشح المسك، ويلهمون التسبيح والتحميد. يبقى أهل الجنة يلهمون في الجنة، يبقى تكليف تاني في الجنة، كانوا في الدنيا مكلفين، لا استمتاع بقى في الجنة، استمتاع. الإنسان في الدنيا يجرب ذلك حين يصلي، يمكن تكون الصلاة تقيلة شوية، خلص صلاة ما صدق خلاص، ولكن يكسر من النوافل، يصلي نافلة، يصلي يجي الليل يقوم بالليل شيء ورا شيء، حس أنها بقت متعة، حاجة تانية. إذا ضاعت عليه ليلة يقوم يصعب عليه، ضاع خسارة الليل ضاع مني، يقوم هو متضايق أنه ضاع عليه قيام الليل، صارت متعة للإنسان ذلك. إنسان يقول بسم الله يأكل، بسم الله يشرب، لما يتكلم اللهم صل على محمد، تلاقي يستشعر بهذه الكلمات بمتعة فيها. مين اللي بيشعر؟ المتعود اللي بيعتاد هذا الشيء. في إنسان تجلس معه في مجلس وبعدين اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، أنت كل شوية مصلي على محمد، اللهم صل على محمد، خش في الموضوع بقى. هنا في إنسان يستمتع بشيء، إنسان آخر لا يشعر، مش كل إنسان يستمتع بذلك. أهل الجنة استمتعوا بهذه النعمة في الدنيا فاستحقوا أن يدخلوا الجنة، فيلهمهم الله عز وجل استمتاع متعة عظيمة جدا بأنه يقول سبحان الله. زي إيه مثلا؟ تتخيل لو إن حد سد لك مناخيرك، جالك حبة برد سد مناخيرك، تبقى متضايق، مش عارف استمتع بالشم، مش عارف اشم. انسان راحت منه رائحة، ويقول لك كما تلهم في الدنيا النفس، النفس السهل اللي داخل طالع مستمتع بالنفس وانت بتاخده، كذلك تستمتع بالتسبيح والتحميد وانت في الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. يبقى مش تكليف بقى، ده تشريف في الجنة بانه يسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى كالملائكة، يحمد الله سبحانه مع ما هو فيه من نعيم كما تسمعون. ايضا من الاحاديث ما جاء عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، واحد من اليهود جاي يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه أنا هغلبه النهاردة، هسأله في أكل في الجنة ولا لا، لو قال لي في أكل هغلبه النهاردة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل في الجنة، أكل الجنة بيأكله ويشربه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعب والمشرب والشهوة والدماء. يبقى الإنسان في الجنة ماليش نفس يأكل، لا يأكل براحتك كل اللي انت عايزه، فيأكل الإنسان كأكل 100 رجل، كأكل 100 رجل يأكل ويشرب، ويعطى قوة الشهوة أيضا في الجماع كقوة 100 رجل. اليهودي بقى بيظن أنه غلب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يقول إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحالة، طب اللي أكلوه ده كله يطلعوا فيه، هتقول الجنة فيها دورة مية، بالجنة فيها نجاسة، الجنة ما فيش فيها نجاسة. يزعم هذا الغبي هذا الشيء أنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم هيغلبه، فكان الجواب البسيط يقول حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم، يعني ما أكلوه يصير عرقا يخرج من جلودهم. وفي الدنيا الإنسان يرى ذلك، الإنسان مخلوق من ماء، وطعام الإنسان مخلوق من ماء، وربنا ذكر ذلك
والعلماء علماء الطب وعلماء التغذية مع الحالة اللي انت تراها امامك شيء يمكن شكله كالجماد وشكله يابس يقول لك ده 60% منه مية، ده 90% منه مية، ده 99% منه مية، اشياء انت شايفها جامدة قدامك يقول لك لا فيها بداخلها فيها ماء تتحلل يطلع منها الماء اللي فيها. فهو اهل الجنة هؤلاء ما أكلوه يخرج منهم رشحا كرشح المسكين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حادة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر، يعني بطنه بعد اتملى أكلا كثيرا خرج منه كريح المسك، صار هذا الشيء الآن ضمر بطنه وله أن يأكل وقت ما يشاء، كلوا واشربوا هنيئا، ما فيش حاجة اسمها نفسي تصدد خلاص شبعت مش عايز أو كذا، وقت ما يشتهي كل ما شئت حتى لو أكل قبلها، وزيك الملائكة تعزم عليهم تبدوهم صحائف قل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، متشابها وغير متشابه، زي ما كان في الدنيا أتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، فيأكلون ويشربون وينعمون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته. من الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن الهجرة، أخبرنا عن الهجرة إليك أينما كنت أو لقوم خاصة أم إلى أرض معلومة أم إذا مت انقطعت. فسكت عنه يسيرا ثم قال أين السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فيا إما إنه شيء أوحي إليه به إما لم يوحى إليه به، لم يوحى إليه به يسكت حتى ينزل عليه الوحي فيجيب صلى الله عليه وسلم. فهذا يسأل الهجرة ما زالت الهجرة موجودة ولا انقطعت، والهجرة دي لمكة بس ولا لأي مكان، إيه أمر الهجرة؟ فالجواب قال الهجرة أن تهجر الفواحش، يبقى كان مكة فتحت خلاص بقى مش محتاج أن أنت تهاجر من مكة للمدينة، ولكن الهجرة الآن هجران الفواحش الذنوب الكبائر. قال أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يبقى المعاصي كلها تهجرها الظاهر منها والباطن، وتقيم الصلاة أو وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر. يعني إذا هجرت الذنوب فأنت مهاجر حتى لو ميت في المدينة، لو ميت في الحضر، لو ميت في البدو، في المكان اللي أنت فيه، طالما هاجر المعاصي والذنوب أنت مهاجر. ثم قال عبد الله بن عمرو ابتداء من نفسه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق أم نسجا تمسج. فضحك بعض القوم، يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه الثياب في مصانع شغالة يعني بتعملها ولا ربنا بيخلقها كده إيه الأمر. فضحك البعض من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هنا إن تضحك ليه على السائل، تضحك ليه؟ قال مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ يعني السؤال مش سؤال عجيب ولا غير، سؤال ما انتم كلكم ما تعرفوا سيبقى الجنة إيه صحيح، إنه سيبقى الجنة هل حد بيقعد يغزلها فيها في حد مخصوص لها ولا إن هي الخلق كن فيكون إيه الأمر فيها؟ فيقول مما تضحكون أو ما تعجبون من جاهل يسأل عالما. ثم أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية سكت هنية، ثم قال أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل تشقق من ثمر الجنة، يعني ما فيش لمصانع في الجنة تصنعها ولا شيء، ولكن بخلق الله عز وجل يخلق الله عز وجل بكن فيكون، كن فيكون تكون هذه الشجرة شجرة يخرج منها، يبقى كأنها مزروعة في الجنة، ثياب أهل الجنة تخرج من شجر أو من ثمر الجنة، وفي حديث آخر من طلع الأشجار الجنة. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد ورواه البخاري أيضا حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يحدث وعنده رجل من أهل البادية إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع. أهل الجنة دخلوا الجنة لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون، ويطلب ما يشاء حتى لو زودها شوية، يعني في الطلب في حاجات ملوش أنه يطلبها، ولكن الله عز وجل يتكرم سبحانه ويدلعهم في الجنة اللي عايز خد اللي عايز. هذا واحد من اللي كان في الجنة وراجل أعرابي قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن هذا الرجل، رجل في الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع، حبك يعني الزرع، فأنت عندك كل ده مش مالي عينك ده كله، لا عايز يزرع في الجنة، اشتهى انه يزرع في الجنة، فاستأذن ربه سبحانه نفسي أزرع،
فقال له ربه عز وجل: ألست فيما شئت؟ كل الحدائق والبساتين وكل اللي قدامك وعايز كمان تزرع تشتغل وتتعب؟ قال: بلى أنا فيما شئت، ولكني أحب أن أزرع، عايز أشتغل، عايز أزرع. فقال: ازرع. فبذر، فبادر الطرف نباته، يعني جاب البذر وبعدين حطه، حالا بادر الطرف نباته انه اتمال زرع اللي هو زرعه لحظتها، حالا امامه قدام عينه اتمال الارض التي امامه بالزرع. بادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، يعني حالا زرع اللي هو عايزه وحالا جمع اللي هو عايزه وحصد اللي يطلب. اللي حصل ده كان قد ايه؟ كان امثال الجبال. طب هتعمل بيه ايه؟ كان امثال الجبال. فيقول له ربه عز وجل: دونك يا ابن ادم، خد اشبع، دونك يا ابن ادم، فانه لا يشبعك شيء، فانه انت تعودت في الدنيا ما بتشبعش، حتى في الجنه كمان خد خد، فانه لا يشبعك شيء. ضحك الناس على ذلك. قال الاعرابي: والله لا تجده الا قرشيا او انصاريا، لا حد منكم انتوا، احنا لا ما نطلبش هذا الشيء. قال: إنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا بأصحاب، ما عندناش، إحنا زي حالنا في البادو، مش إحنا اللي هنطلب هذا الشيء، هتلاقي حد منكم أنتم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في حديث رواه أحمد والترمذي أيضا عن أبي سعيد الخدري، وكما ذكرنا بنذكرش إلى الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. يقول هنا: إذا اشتهى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى المؤمن الولد، لو الإنسان في الجنة في الجنة حب أن يخلف كل عيال في الجنة، هل ممكن هذا شيء؟ الله على كل شيء قدير. فيقول: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي، كما يشتهي. يعني عايز يخلف عيطة، يكون حمله هذا الولد ووضعه وسنه يعني يكبر في ساعة واحدة، ولذلك أكثر أهل الجنة مش هيشتهوا هذا الشيء. فبيقول: إذا اشتهى، وجاء بعض الرواة كإسحاق بن راهويه قال: ولكنه لا يفعل، ولكنه لا، يعني ما بيطلبش أهل الجنة هذا، لكن لو طلبوا الله عز وجل يعطيهم هذا الأمر. ولذلك فرق بين هذا اللي حيخلف من عيل هيكبر حالا، طب عايزه، أنا عايز عيل صغير نعمل به، قل ما عندكم ولدان مخلدون ملي الجنة، ولدان مبقون على هذا الشيء، ولذلك أكثر أهل الجنة لا يطلبون هذا الشيء. فلو طلبوا أجيبوا على هذا النحو اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.